وأكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين طارق درويش، أكد أن أهم النقاط المطروحة اليوم كانت كيفية جذب المستثمر المحلي والأجنبي. أهم النقاط المطروحة النهاردة كيفية جذب المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وإزاي القضاء على البيروقراطية والروتين، وإزاي نوصل بمخرجات جديدة وقرارات جديدة تزيد وتضيف من معدلات الاستثمار المحلي، وإيه هي الإعفاءات اللي ممكن نقدمها للمستثمر المحلي، وإيه هي الموضوعات اللي ممكن نناقشها بحيث إن إحنا يكون فيه اهتمامات في كافة المجالات عن طريق الاستثمار في مجالات الزراعة مثلا، الاستثمار في مجالات الطاقة والاستكشافات البترولية، الاستكشافات توطين الصناعة ومزيد من الإنتاج. دي كلها الحل اللي احنا ندي إعفاءات وندي حوافز إضافية للمستثمر سواء كان محلي أو أجنبي.